على كل اليوم سي كمال اون باراليل مع الحوار الوطني ما زالت التسميات مالوغوزمون حسب الولايات الحزبيه متواصله. انتم كنتوا دعيتوا كذلك داخل حزبكم وعدت احزاب اخرى دعات الى مراجعه التسميات اليوم في الاداره التونسيه خاصه وقت اللي نشوفوا بانه فما اكثر من 1600 تسميه في موقع حساس داخل الاداره التونسيه، هذا بالاضافه الى سلك الولايات، سلك المعتمدين، سلك حتى على العمد. اليوم هالمشكله الكبيره اللي ممكن انها تشكل لنا ازمه حتى أموين تيغ مش حتى أكور تيغ، اليوم حلها شنو؟ في تشكيل لجنة وطنية محايدة تراجع كل هذه التسميات؟ نحن مع هذا، احنا مع أنه تكون هناك لجنة وطنية متفق عليها وتاخو وقتها باش تراجع كل هذا، هذا حفاظا على حياد الإدارة، خاصة احنا باش ندخلوا في مرحلة متاع انتخابات، وتفكيرنا مش فقط على المستوى الوطني حتى في مستوى الإدارة الجهوية الولايات والمعتمدين وكذا. علاش؟ لأنه نعترف أنه من بين أخطاء النظام اللي احنا معناه، وهذا يدخل في نطاق حتى ربما نقد ذاتي للبعض منا على الأقل اللي خدم في قبل الثورة، ما نعاودوش نعملوا نفس الأخطاء، معناها يا إما مش نبنيه ديمقراطية حقيقية لبلادنا اللي باش نضحيو باش يكون فما ثقة بيناتنا انه ماناش مش نرجعوا للماضي باش كل انسان يحس بروحه مرتاح، ماناش مش تولي وهنا انا هذا الشيء تدخل فيها اللجنة هذه باش على الاقل الامور تكون واضحة بالنسبة للجميع، وكذلك تدخل فيه الموضوع الاخر وهو العدالة الانتقالية وهو المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية لازم تكون بين كل الاطراف وعبر كل الاجيال باش ما نبقاوش حتى حد يتصور انه غدوة ربما يصبح في وضع معناها لا يسمح له باش يكون في طبيعة الحال حاضر على الساحة السياسية، ونخليه القانون هو الفاصل وننهيه هالمرحلة هذه اللي هي صعبة برشا البلاد.